شو هالدلال هاد؟ حبيبة قلبي عملت لي القهوة. كل الخلطة بالأول. ايه وليش لا؟ خالتي خيرية بتساويها من زمان، مواد طبيعية وبهارات. اجاها من ورا هاي الوصفة 7 أولاد ورا بعضهم. بالله جد؟ والله. بس قلتك بتنفع معنا؟ إذا ما جربنا كيف رح نعرف؟ كيف؟ حد مو هيك؟ عم أقول لحالي يعني طالما الحرارة مرتفعة خلينا نجرب الخلطة. إيه؟ خليني قيم صحن من إيدي بالأول. إيه ماشي معك حق. بيوم العطلة مين تيل الدم هاد؟ أوف فتحته لاي أنا أحمد. ها عائلة إلي بول. لك سكوت بجوز يكون في شي ضروري بدهم يعملني. شو بده يكون؟ مثل شو يعني؟ العمى. شكرا كتير تولاي. تكرم عينك. إذا لازمكم شي غيره قلي. سلم إيديكي. سلم على أخوك. ماشي بيوصل. يعني ما رح تجي اليوم المساء؟ امي المساء صعب كتير، خليها لبكره. طيب والاكل اللي ساويته مشانك اليوم على العشاء؟ بكره بتغدى. طيب حبيبي مثل ما بدك، بس تبدا تعال. ماشي امي يلا روحي. الله معك يا روح، انتبه لحالك. الدواء يا خانو. خلص حضري كل شيء لشخص واحد لانه سامح مو جاي اليوم. امرك يا خانو. ايلا خانو، الموضوع بصراحة بخص تحديدا ابنك سامح. ابنك بدر، قصدي سامح، موجود بحارتي ومستقر هنيك. كيف يعني مستقر؟ بقصد اشترى بيت فيها. ايه وهي شو فيها؟ ولا شيء، بس مو هون المشكلة الأساسية. شو المشكلة لكان قلي؟ بصراحة يا خانو، ابنك حرامي سيارة. شو؟ بعرف انه هي صدمة ومانك متوقع تسمعي هيك شيء، بس للأسف الخبر مزبوط. جميل بيك، انت منتبه لحالك شو عم تحكي عن ابني سامح؟ طلع منيح بهالبيت وبمستواه، يعني برأيك ابني محتاج يسرق سيارات ليصرف على حاله؟ شو معنى هالحكي؟